أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم وأهلا بكم معانا وحلقة جديدة وساعة الشر. الحقيقة زي ما عودنا حضراتكم في كل حلقة بنتكلم عن مشكلة مجتمعية أو عن باب جديد من أبواب الشر بيمثل شر في المجتمع بيمس أفراده. النهاردة بنتكلم عن مشكلة يمكن هي الحقيقة ممكن تكون كانت موجودة من فترة ولكن بدت إن هي مرة أخرى تبدو في الأفق وبدأت مرة تانية تظهر، وبدأت التصرفات والسلوكيات الغير محكومة والغير مسؤولة تظهر مرة أخرى، وبدأت الأعراف الغير ممكن نقول غير قانونية وغير مسؤولة إن هي برضو تبدو أو تطفو على السطح مرة أخرى. بنلاقي تصرفات من ناس، تصرفات مندفعة ممكن يكون لها دافع ما، قد يكون هذا الدافع منطقي أو غير منطقي، ولكن منطقية الدافع لا تؤدي على الإطلاق إلى منطقية السلوك نفسه. الحقيقة كل اللي بيتابعوا وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة لاحظوا انتشار فيديو ده كان موجود على الفيسبوك على سائر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو فيديو لواحد ملبسينه واحدة ست، يعني واحد بيهنوه لدرجة ان هما بيلبسوه ملابس سيدة، والموضوع مش وقف لحد الى هذا الحد فقط، ولكن قد تكون احيانا ملابس كمان ده يعني داخلية لسيدة، وبالتالي المقصود من هذا هو اهانة هذا الرجل الى ابعد الحدود. بنتكلم عن ده كسلوك أو كتصرف على وجه العموم هو شر وهو شيء غير مقبول بالمرة، ولكن خلوا بالكم معايا ان ده غير مقبول في مجتمعاتنا المتحضرة، فما بالك في المجتمعات اللي هي ممكن نقول المجتمعات المحلية، فما بالك في الأماكن ممكن نقول المناطق النامية، فما بالك في الأرياف، فما بالك في الصعيد. الراجل لما تتهان كرامته دي ممكن تطير فيها الآب. الراجل هو رمز عيلته، الراجل هو رمز الرجولة ورمز كل أبناء جنسه، الراجل هو معروف هو وجهة للقبيلة بأكملها أو العائلة بأكملها، الراجل هو خط الدفاع الأول عن كل أفراد أسرته أو كل أفراد عائلته. لما يهان هذا الرجل تبقى أهينت كل تفاصيل تلك العائلة، بنسائها بشيوخها بأطفالها بكل ما فيها حتى برجالها، لأن خط الدفاع الأول انكسر، لأن الراجل ما بقاش له لازمة. لما نبص نلاقي راجل يهان بهذا الشكل، ويمكن احنا كلنا هنشوف برضو دلوقتي الصور دي، ولكن أقول لكم إلى هذا الحد يكون التصرف غير مسؤول؟ هل إلى هذا الحد لا يوجد احترام للقوانين؟ طيب ده كان نتيجة إيه؟ نتيجة تصرف، يعني احنا نقول الموضوع ده حصل في أكتر من مكان وتكرر، وكان في بالتحديد حتى آخر فيديو اللي هو انتشر بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي كان في الفيوم، لما الراجل ده لبسوه بسبب ان هو له قصة كده، مش عارف صور جارته عن طريق البلكونة او شافها البلكونة في وش البلكونة فشافها عن طريق البلكونة فبصلها او صورها ايا كان، طبعا التصرف طبعا غير مقبول برضو تصرفه، ولكن في النهاية يعني كل انسان يحب يقتص لابد ان يقتص بالقانون، لازم القانون هو الحاكم لكل العلاقات ما بيننا، لازم القانون يكون هو اللي ممكن نقول هو اللي بيسترد حقوقنا، يوم ما نفكر نسترد حقنا بنسترده عن طريق القانون، والا يبقى القانون ملوش لازمه. يعني احنا النهارده بنتكلم عن القانون، القانون فايدته ان هو يجيب لك حقك، فايدته ان هو يحميك، فايدته ان هو يدافع عنك، انما في النهايه ان احنا نتصرف هذه التصرفات المقبوله كان مثلا زي الطار زمان، واحد موت حد يقوم يروحوا موتوا له حد هو كمان من غير اي حاجه. الحقيقه عايزين نبص بصه كده على مع حضراتكم، نشوف نذكر حضراتكم في الفيديو ده
اللي هو انتشر بكثره، عشان احنا شايفين دلوقتي امام حضراتكم طبعا هو الراجل ده، بصوا ملبسينه ايه وماشيين بيه. طبعا الحقيقه احنا يعني احنا نازلين من غير صوت، لان في الفاظ طبعا مش هنقدر ان احنا طبعا غير مقبوله طبعا على الشاشه عندنا، الفاظ خادشه للحياء جدا، اهانات بالغه، شتايم، يعني بيزفوه من الاخر، يعني مش مجرد ان هم بيلبسوه كده بس، لا، اهانه ثم اهانه ثم اهانه الى ابعد الحدود. ايا كان الدفع لده وايا كان مهما عمل، في حاجه اسمها قانون، في حاجه اسمها ان احنا ناخد حقنا بالقانون، انما بالشكل ده الموضوع ده طبعا صعب جدا. الموضوع ده انتشر بكثره، كلمه انتشار فيديو يا جماعه على الوسائل الانترنت، كلمه ينتشر معناه ان بيبقى عدد كبير جدا من الكومنتات، بيبقى فيه مشاركات رهيبه جدا، بيبقى فيه تفاعل من جمهور تلك من جماهير تلك المواقع مع هذا الفيديو. هذا التفاعل له اشاره لايه؟ اشاره لان الموضوع غريب، لان الموضوع مستفز بالنسبه للناس. عشان كده النهارده احنا هنناقش مساله الابعاد النفسيه لرجل يتم اهانته بهذا الشكل، الابعاد النفسيه لحد شايف ان هو ممكن ياخد حقه بطريق غير طريق القانون، ايه اللي بيدفعه لان هو، هل هو شايف ان دي مش رجوله؟ يعني ان انا اخلي غير ياخد لي حقي، القانون ياخد لي حقي، دي مش رجوله، الرجوله ان اخد حقي بايدي. هنشوف برضو ايضا البعد الديني لتلك القضيه في هذه الحلقه. الحقيقه النهارده احنا اعزائي معانا فقرتين تاليتين، الفقره الاولى هيكون هنتكلم فيها عن البعد النفسي، البعد النفسي لتلك القضية، وهيكون معنا فيها الدكتورة شيرين محمد نجيب استشاري التنمية البشرية، والحقيقة هتتكلمنا عن ده ممكن يؤدي لإيه بالنسبة للفرد ده، بالنسبة للشخص اللي اتعامل فيه كده، بالنسبة لعيلته، هتكلمنا عن إزاي العلاقات المفروض تكون حتى في إطار المخالفات وفي إطار المشكلات والخلافات ما بين الأشخاص، إزاي ممكن يحلوا خلافاتهم. هنلتقي بكم أعزائي المشاهدين مع الدكتورة شيرين محمد نجيب، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، يشرفنا طبعا وسعدنا ان احنا نرحب بضيفتنا العزيزه الدكتوره شيرين نجيب استشاريه التنميه البشريه. اهلا بك دكتوره. اهلا بحضرتك. اهلا بك دكتوره شيرين. انا هسالك كمتخصصه وهسالك ايضا كسيده بقى، انت شايفه ازاي رؤيتك لموقف زي او وقعه زي الوقعه اللي حصلت دي؟ طيب احنا مبدئيا لما نيجي نتكلم عن الوقعه دي، عشان ما نبقاش عملنا نفس الخطأ اللي في المجتمع مثلا، لما في ظاهرة احنا بنناقش الظاهرة لكن احنا ما بنشوفش ايه الابعاد اللي حوالين الظاهرة دي. هي ظاهرة طبعا سلبية محدش هيتفق عليه، لكن احنا في حاجة جوه الانسان كده اسمها الدافع للحماس، متفق عليه بين العلماء ان الدافع للحماس عند الانسان بيجي في حتة المنافسة والتحدي، هما بينافس حاجة او بيتحدى حاجة. للأسف احنا داخل المجتمع بقى فيه معتقدات سلبية كتير وأفكار سلبية كتير جوه دماغنا، فالأفكار دي احنا بنتنافس، بس بنتنافس ازاي نطلع المعتقدات والأفكار السلبية اللي احنا اكتسبناها بقى من مجتمع، من مسلسل، من ده ومن ده. دلوقتي كل واحد لما بيجي يتنافس في حاجة، أنا شايفة حضرتك كويس في حاجة أنا عايزة أتعلم منك، لكن أنا هنا شفت في مسلسل، شفت في موقف حد عمل حاجة وحشة وده بقى بطل، فأنا تلقائي أنا عايزة أبقى بطل، فببدا اعمل ايه؟ بقلده بنفس، باخد الحاجه زي ما هي، ما بفلترش، باخدها زي ما هي. تقصدي يا دكتوره ان 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 الموقف ده ان هو حصل بالفعل بنفس التفاصيل في مسلسل من المسلسلات؟ حصل زي ما هو بنفس تفاصيله، بنفس كل حاجه، فاتاخد واتعمل زي ما هو في الحقيقه، عشان احنا ما بنتنافسش ازاي نبقى احسن، احنا بنتنافس ازاي نبقى اوحش. كل واحد متخيل ان هو كده، يعني هم اثبتوا رجولتهم في بلدهم، هو طبعا الموقف محدش يختلف على الشرف والعرض، لكن ازاي آلية التنفيذ؟ كان احنا حتى شايفين المنظر صعب بجد يا دكتورة. محدش يقبله ولا على راجل ولا على ست، حتى مع ان ده لبس سيدات بس محدش هيقبله. بس ايه اللي وصل المجتمع لحالة زي دي؟ ودول قرى، يعني قرى ارياف او صعيد، وهم عندهم حتة الراجل والمثل والقيم،
الناس بتسخن بعض. يعني في حاجه اسمها الغضب الجمعي، حضرتك زعلان وانا زعلانه، طب هنعمل ايه؟ تعالى نسخن بعض. هتلاقي حد تاني ما ينفعش، لازم تنزل تاخد حقك، تثبت رجولتك، تثبت شرفك، خد حق عرض. مش هو ده، مش هو ده. يعني ربنا خلق الانسان خلق وخلق. الخلق ده الصوره الماديه اللي احنا عليها، الخلق هي كل حاجه بقى بتظهر، اليات التعامل مع الناس، سلوكيات واداب واخلاق. ده كله الانسان ما بيكتسبوش من نفسه، بيكتسبه من البيئه المحيطه بيه. طيب دكتوره شيرين، حضرتك شايفه موقف راجل زي كده، هل الراجل ده بيحتاج بعد كده بيبقى محتاج علاج نفسي؟ هل الراجل ده بيعيش عيشه سويه بعد كده؟ انت شايفه تفسيرك او تحليلك لشخصيه راجل ممكن يكون اتعرض لموقف زي كده ايه؟ حضرتك لو جينا بصينا للفيديو ده، احنا حكمنا على ده، على الصوره. نعم. ما حكمناش على ورا الصوره، ان هم لما حققوا معاه قال ان يعني كان في بينه وبينها خلفيات، وهو نشر لها الفيديو، يعني اتنين بيسيئوا لبعض، فده عمل حاجه رد على اساءه، فهي ردت، فهو رد، فاهلها ردوا. انا قبل ما اعمل ده، هو ده يعني ممكن هو هيحتاج علاج، هيحتاج قعدات، ويمكن هم في المجتمعات دي ما بيعترفوش بعلاج نفسي، ما بيعترفوش باستشارات اسريه، حد يقعد مع حد يتكلم. هو الموضوع بينتهي ان هو لا يسيب البلد، يا اما هي تسيب البلد، او خلاص الموضوع بيتلم في قعده عرفي. زي ما هو يعني هي ليها ايجابيات وسلبيات برضو، القعدات العرفيه دي اللي احنا محدش بياخد حقه. طب ما حدش بياخد حقه، بل بالعكس ممكن بيتاخد الحق بشكل غير قانوني، بشكل سلبي. ليه؟ لان زي ما بقول لحضرتك، ثقافه الغضب ان الناس بتسخن بعض. في بعض المواقف هو بيثبت هنا لاهل قريته انا خدت حقي، هو خايف او حاسس بعدم الامان، ان هم اهل البنت اللي عملوا كده، ان هم ما ياخدوش حقهم، فيتقال عليهم في البلد مش رجاله، فرطوا في حقهم، او يلجأوا للقانون. القانون للاسف فيه تباطؤ شويه، فالتباطؤ ده يقول لك يبقى احنا كده قدام الناس هنستنى اما حد يجيب لنا حقنا، لا احنا ناخد حقنا بنفسنا. فدي ظاهره سلبيه بكل المقاييس. هنا احنا محتاجين وعي مجتمعي، محتاجين ننزل لاقول للناس. قبل انا ما اقول للناس، الثقافه اللي ماشيه، الثقافه عندنا اعمل الحاجه الكويسه عشان مع اولادنا عشان تبقى شاطر، اعمل الكويس عشان تخش الجنه. احنا بندي ربطنا الحياه بصوت الصح والغلط من غير ما نحبب الناس في الصح والغلط. احنا ما حببناش في الصح والغلط عشان لما اجي اطلب منك تعمله انت مقتنع. احنا مربيين عيالنا من هم صغيرين صح وغلط، اللي يتناقش ويجادل مع انت عفوا يعني للولد انت قليل الادب، انت مجادل. فتربوا على سياسه اللي ايه، حاضر ونعم من غير مناقشه. لما بيكبروا شويه بيبداوا هم خلاص، هم مش بيختلفوا عشان هم وحشين، هم عايزين يختلفوا عن سياسة القطيع اللي احنا معودين. حيفة مغزى الكلام ان انا قبل ما اقول للمجتمع انت تصرفت غلط، قبل ما اقول لاهل البنت انتوا غلط، قبل ما اقول للراجل ده انت ما كنتش راجل لما عملت الموقف ده مع واحدة استأمنتك او حتى ما تعرفهاش، انا لازم اوعي الناس، لازم انزل للناس. حضرتك احنا عندنا قرى في الصعيد، وعندنا قرى في محافظات قريبه من القاهره، القرى دي مهمله تماما، ما عندهمش وعي حتى بالحلال والحرام، مش عارفينه. تمام. يعني حضرتك بتقولي ده على الرغم من ممكن نقول انتشار وسائل الاعلام لدرجه ان تقريبا ما بقاش في فرق ما بين الحضر ما هي وسائل الاعلام ما جاتش فادتني هنا. وسائل الاعلام تفيدني في المدن لما يكون الناس عندها درجه من الوعي الفكري والثقافي، هي هتسمع، هتقدر تحلل الحته دي هو قالها صح او الحته دي مش مهضومه. لكن لما انت تروح تدي الناس في بيئه هي مقفوله، هم ايه علاقتهم بالعالم الخارجي غير شاشه التلفزيون؟ هي دي اللي انت بتبثله منها المعطيات اللي هو بيشتغل ويفكر فيها. حضرتك لو جينا برضو ربطنا الكلام ده على الفيديو ده، المخ والعقل ربنا خلقهم في الانسان عشان هم يقوموا او يكونوا وسيله لتفاعلات، ذكاء، ازاي انا اقدر اعمل افكار. طب انا هعمل افكار ازاي؟ هو ربنا خلق لي حاجه بس انا مش هقدر استغلها ازاي؟ من خلال البيئه المحيطه. البيئة المحيطة دي هي اللي بتدي للإنسان المبادئ والأساسيات اللي بناء عليها بيبدأ يعمل عملية التفكير، إزاي هفكر، إزاي هكون مشاعر، إزاي هتعامل مع الناس. فالحاجات دي أنت مش مديها للناس دي. هو هنا ممكن يبان لحضرتك إن أنا بتكلم بعيد عن النقطة بالظبط، بس هي دي أساس النقطة. أنا عشان أعالج، ما أنا مش عالج شخص، الشخص ده موقف وحصل وخلص.
هو خلاص خلص، الله اعلم بقى البلد وساب البلد، خلاص عملوا لهم قعده والموضوع اتلم. بس عشان ما يحصلش تاني، هي كل المشاكل اللي بتقابلنا ان احنا لما بتحصل مشكله في المجتمع او بتحصل اي حاجه زي استفزت مشاعر الناس، كل البرامج بتستضيف الناس، كل القنوات، المواقع الالكترونيه بنستضيف على المشكله دي. بس طب فين الحل؟ هو فين الحل وفين الخطوات الاستباقيه للاحداث اللي ممكن تكون قبل ما تقع الحادثه دي وتحصل المشكله دي؟ احنا طب ما فعلا زي ما حضرتك اشرت الى حته الثقافه، يعني ازاي ان انا اتحكم في ثقافه مجتمع؟ ثقافه مجتمع بتحتاج الى اعاده نظر. بالظبط، ما هي دي بنقول خطوات وقائيه. وقائيا اللي انا بقول حضرتك هو ده، انا عايز الحق عشان ما يحصلش حاجه تاني، انا عايز اوصل حضرتك عشان ما نوصلش للمنظر ده تاني. انا ليه بربي عند الجيل الجديد عنف للبلد؟ ما هو عنف للبلد عامه هاجي بعد كده هيبقى عنف ضد حضرتك، وعنف انا قابلته في موقف تاني. انا بربيهم ان هم ما يعرفوش يواجهوا مشكله، انا بربيهم على الكبت. الحقيقه دكتور انا يمكن ملاحظ، يمكن اول انطباع خدته عن الحدث ده ان فكره ان المفاهيم مغلوطه عند الفئات المجتمعيه دي. يعني مفهوم الرجوله عندهم مختلف، مفهوم استرداد الحق عندهم مختلف، مفهوم القصاص عندهم مختلف. اعتقد ان هم في حاجه غلط. ما هي المفاهيم مغلوطه دي عشان انا ما اديتهمش معطيات صح. انا لما اديك معطيات صح انت هتديني المخارج او النتيجه النهائيه اللي انا عايزاها صح، بس انا كل اللي بديهولك غلط، فبالتالي العائد بتاعك ليا مش هيكون هو النتيجه اللي انا عايزاها، هيكون النتيجه برضو الغلط. ما هنا بقول انا عايزه ابدا عشان احل الموقف ده، ابدا من القريه دي مثلا لو هي عندها المشكله والموضوع متاجج فيها، ابدا من الزاويه بتاعه القريه. معظم قرى الصعيد وقرى البلاد عندنا اذا كنا احنا بننزل لهم في ندوه او محاضره بيستجيبوا لينا كسيدات. لما بتيجي حضرتك كراي مجتمعي، لا هو عمامه الازهر او رجل الدين عندهم الو الو يبدو ان الاتصال فيه مشكله. ارجع تاني لحضرتك يا دكتوره واقول لك ان فكره الثقافه، ومن المفترض ان يكون المنبع الاول لها او من واحد من منابع الثقافه هي وسائل الاعلام الجماهيريه بالتحديد. احيانا بنلاقي ان ثقافه المجتمع ده هي ثقافه بدائيه لا تصل الى حد التعرض لوسائل الاعلام الجماهيريه، يعني تحسي وكان ده مجتمع منعزل. السبب في ده هل هو التشبث بالتقاليد والعادات، ولا التاثير الشخصي او الاتصال الشخصي للمحيطين اقوى من تاثير وسائل الاعلام عليهم؟ والله هو كل حاجه مرتبطه ببعض، لان الانسان ككيان لكل حاجه حواليه. الانسان ككيان زي ما قلت لحضرتك هو بيتكون فكره وعلاقاته مع الناس وارائه وتفكيره من خلال البيئه المحيطه، فانا ما اقدرش دور مهم جدا. طب ظاهره زي دي لما حصلت الاعلام لما تناولها، انا تابعت برامج كتير كله بيتناولها، ادي اللي حصل، ادي مسلسل الكذا واللي عمله، ادي فلان، ادي الممثل. طب ماشي، هو واحد يعني احنا لما بنيجي نحاكم ما بنحاكمش واحد، احنا بنحاكم مجتمع، ما ده فرض في مجتمع. اكيد. اذا كان هو، انا طبعا ماليش علاقه بالفن، بس اذا كان هو برع في دور ونجح فيه وقدرت الناس تقلده، طب ما انا حاكم اللي وصل الفكر ده للناس. حقيقي. مين اللي سمح بالفكر ده ينزل للشباب؟ مين؟ ما هو احنا كل الكلام وكل ده مناقشات فرعيه، ما بنوصلش للب الموضوع، ما بنوصلش لاساس الموضوع. اساس الموضوع انا عايز اوصل لقريه انزل لها وابدا انزل بجد، ومش انزل ان انا يومين وامشي احضر اروح اخد كاميرات واصور مش عارفه وزير ايه وشيخ ايه. لا، عمليه استقصاء لابعاد القضيه دي.
يعني احنا عندنا في التنميه البشريه في حاجه في البرمجه اسمها قاعده 21 يوم، لما تحب تغير حاجه فيك او في نفسك تفضل تعملها 21 يوم. فمعنى ان انا هعالج قريه انا هقيم عندهم بقى قول شهر بالناس بتوعي انا هنزل بقى انا هعالج كل حاجه، انا مش نازله اقعد ادردش معاكوا بس، انا نازله اشوف المساجد بتاعتك بيتقال فيها ايه. دي حاجه مهمه جدا، المساجد بتغير فكر الناس، او اذا كانت كنيسه الناس عندنا بطبع المصريين برضو الحته الدينيه دي فينا بنحبها بنحب نسمعها. فانا عايز انزل اشوف ايه اللي وصلنا لكده، ما هو الموقف وحصل في فرق. اه ده كراجل كرامته طبعا اتهدرت طبعا، هو مش هيعيش في بلده ان هو راجل، وللاسف هو ما عملش اعتبار للرجوله، يعني هو اتهان بس هو ما عملش اعتبار لاهانته. بس هقول لك يا دكتوره، اعتقد ان برضو مهما حصل مفيش مبرر، يعني مهما هو عمل برضو مش مبرر، يعني الخطا لا يبرر ان يكون رد الفعل خطا ايضا. ما هو طبيعي، ما انا بقول لحضرتك في حاجه اسمها غضب جمعي. انا لو وقفت انا وحضرتك وثلاثه في القناه، حضرتك زعلان وانا بشجعك، زعلانه معاك غضبانه معاك، هتلاقي الاثنين اللي جايين هم غضبوا خلاص، هم مش عارفين غضبوا ليه. تمام، بس خلاص هم غضبوا. طب انتوا زعلانين ليه؟ طب في ايه مش عارفين؟ فدي الناس بتسخن بعض. تيجي بقى بعد كده اما الدنيا تهدى، هو يعني كان ممكن الموضوع يتحل والدنيا تتلم، احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ بس ايه وصلنا لكده دي بتتعرف بعد ما تكون الدنيا خربت. عشان بقى ما اوصلش لخراب الدنيا لازم تكون عندي خطوات وقائيه ان انا ابدا اعمل سدود ان ما يحصلش. ليه يحصل كده؟ هناخد الاستاذ عبد الله الجندي. الو الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، من فضلك علي صوتك بس شويه. طيب استاذ عبد الله، احنا حضرتك متابع معانا الحلقه النهارده، بنتكلم عن قضيه الراجل اللي هو في الفيوم اللي لبسوه واحده ست وابتدوا يهنوه نتيجه تصرف. طيب. مات حصل منه. طب حضرتك على حاجه، اتفضل. انا ممكن ادي لك رقم تليفون تاني تطلبنا عليه؟ طب يا ريت فريق الاعداد يتواصل مع المستشار عبد الله الجندي. نرجع تاني، يبدو ان في مشكله في الاتصالات فعلا. دكتوره شيرين، حضرتك شايفه دلوقتي ان لما يعني فكره بقى، لو هنتكلم عن الطفل، بالتاكيد حدث زي كده حصل في الشارع. طيب تاثير ده على الاطفال، يعني تاثير حدث زي كده لما طفل، وخاصه طفل مش طفله، لما يشوف حاجه زي كده نموذج الرجوله بالنسبه له، الهيبه بالنسبه له اتكسرت بالطريقه دي، ده ممكن ياثر ازاي في نفسيه؟ ياثر في نفسيه الطفل لو الطفل ده قريب للراجل ده. برضه هتنقسم اتنين، لو الطفل ده قريب او متعاطف، ما انت مش هتقدر حاجه هتلاقيها حاجه واحده، لو متعاطف هيبقى في نظره ان الراجل اتهان، مفيش حته بقى كرامه الراجل، وفين الهيبه بتاعت الراجل اللي احنا طبعا بالنسبه لمجتمعنا هنا، مجتمعاتنا الشرقيه، الراجل راجل وليه يعني ليه قدسيه كمان وليه احترام وليه، هو الراجل مهما قلنا الست تقدمت وي بس الراجل راجل. فده هتلاقي الولد ده خلاص اتكسرت عنده حته، لو هو مش متعاطف اتكسرت بقى هيبه الراجل. طب انا زي اختي زي ده، مفيش حتة النخوة حقيقي. لكن لو الطفل ده مع متعاطف مع البنت هيقول لك هو يستاهل، ما هو اللي عمل في نفسه كده، مش المسلسل هيرجع لك برضو للعمل اللي اتعمل ده او عمل مشابه ليه او حاجة كده. فاحنا هنا برضو احنا بنربط كل حضرتك بتقول الاعلام جميل قوي، بس انا عندي الاعلام ما بيصدريش نماذج ايجابية. الاعلام كل حتى المدخلات اللي بيدهاني كلها سلبية. انا ماليش دعوه مين مع مين او مين ضد، انا عايزه الناس بقى امتى هتبقى نرجع. طيب. تاني مع بعض. دكتوره شيرين، عشان تقريبا وقت فقرتنا، حضرتك شايفه ايه الرساله اللي ممكن توجهيها لمجتمع زي ده، لناس ممكن تكون ثقافتهم ان الاخذ الحق بالذراع هو الطريق الاقصر للحفاظ على هيبه العيله وعلى كرامتها؟ هو اكيد محدش هيتفق ويقول لهم انتوا صح، اكيد انتوا غلط، واكيد هم عارفين انهم غلط، بس هم بياخدوه من حته اخد حقي، عشان هم هناك في البلاد دي ما بيبصوش زينا، احنا هنا باصينها بنظره متفتحه شويه، هم هناك باصينها عيله وشرف وارفع راسي ازاي بعد كده في وسط ناسي. طبعا هو الموقف غلط زي ما قلت لحضرتك، محدش يختلف او يتفق ان هو غلط، لكن الحاجه اللي انا بنصح بيها، انا بنصحش الناس دي، انا بنصح الناس المسؤوله او مش شرط المسؤولين،
الناس اللي بايديها انا وانت واي حد تاني يقدر يساعد. الجهود الاهليه المجتمعيه دي هتفيد جدا اكتر من الجهود الرسميه. اي حد يقدر يساعد نبدا ونحط ونبدا، مش عايزين بقى ايه اللي هو كل واحد هيعمل اجنده ومقترحات ولجان. الحقيقه بشكرك جدا دكتوره شيرين نجيب استشاريه التنميه البشريه، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا شكرا. ننتقل اعزائي المشاهدين بعد الفاصل للفقره التاليه، وهي اللي هنتعرف فيها عن البعد الديني للقضيه المطروحه اليوم، قضيه الرجل عندما يتم اهانته بانه يرتدي ملابس حريمي، وده هنعرفه خلال لقائنا مع فضيلة الشيخ سيد زايد مدير عام مجمع ديري الإسلامي ببني سويف. انتظرونا بعد الفاصل.